التقى ممثل حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مدينه جلاسكو، فخامه رئيس الولايات المتحده الامريكيه الصديقه جو بايدن على هامش اعمال قمه الامم المتحده للمناخ كوب 26، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيه الوطيده بين البلدين الصديقين واخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه. اكد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك ان اطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعوده حكومته لمباشره عملها يمثلان مدخلا لحل الازمه الناجمه عن اجراءات الجيش الاخيره في السودان وخلال لقائه في منزله سفراء كل من الولايات المتحده وبريطانيا والنرويج تمسك عبد الله حمدوك بشرعيه حكومته والمؤسسات الانتقاليه